هذه كانت عناوين أحداث القاهرة منذ الأمس وحتى اليوم. أما في حديث القاهرة اليوم فلدينا العديد من القصص، ولنذهب إلى الكورونا وهم الكورونا أزاحها الله عنا وعنكم. وزارة الصحة زادت من عدد مراكز تلقي لقاح كورونا من 139 مركزا ل 339 مركزا، وده بعد رصد حالات زحام الفترة اللي فاتت على مراكز تلقي اللقاحات. أكتر من حد قال إنه راح وبينتظر وقت طويل جدا. الوزيرة الدكتورة هالة زايد قالت إنه هيتم التوسع تدريجيا في إضافة مراكز جديدة للتطعيم، إن الوزارة بتستهدف الوصول إلى 350 مركزا. وكشفت الوزيرة عن الاتفاق مع شركة سينوفاك الصينية لتصنيع اللقاح الخاص بها في مصر بالتعاون مع شركة فاكسيرا المصرية. وحتى الآن تم الاستقرار على مصنعين لإنتاج اللقاح بقدرة تتراوح بين 20 و60 مليون جرعة سنوية. معنا على الهاتف الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة. أهلا وسهلا يا دكتور. مساء الخير وأهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ خيري والأستاذة كريمة ومشاهدين حضراتكم الكرام. يا فندم أهلا يا فندم. أهلا بيك، منورنا جدا يا دكتور. وطبعا في وجود حضرتك نسأل، يا ترى عدد المراكز اللي تم تزويدها ده تماما الخطة الكاملة للسيطرة على الزحام اللي كان موجود أو بسبب الزحام وهيتم السيطرة عليه كده، ولا دي مجرد خطوة أو مرحلة بتنفذها وزارة الصحة لرفع أيضا العدد إلى أرقام أخرى للمراكز الخاصة باللقاح؟ طبعا يا فندم، هي خطة وزارة الصحة هي خطة تتسم بالمرونة. يمكن حضرتك احنا اول ما بدأنا ب40 مركز تطعيم، وبعد كده معالي الوزيرة وجهت ان احنا بزيادة ل 139 مركز، ثم حضرتك اخيرا معالي الوزيرة وجهت ان احنا 200 مركز تطعيم يضافوا، بحيث ان احنا وصلنا ل 639 مركز. طبعا يا فندم، هو فلسفة التطعيم احنا بنأمن الناس، فلا يجب ان الناس تكون في مكان في تزاحم وما تنطبقش في الاجراءات بتاعه الضوابط الوقائيه. فمن هذا المنطلق احنا مستعدين لفتح مراكز اخرى، ودي توجيهات معالي الوزيره، وان شاء الله ان شاء الله يعني كل العمليه تتم بسهوله ويسر، وزمن التطعيم ما بياخدش اكثر من 10 دقائق 15 دقيقه للفرد الواحد. طيب دكتور محمد، من اسباب احد اسباب التزاحم هو توقيع اقرار ورقي عند اخذ اللقاح. ليه ما بنعتبرش التسجيل، يعني ليه ما بيتكتبش على الموقع أن تسجيلك في هذا الموقع يعتبر قبولا منك وإقرارا بأنك قبلت تعاطي اللقاح وانتهينا، بدل ما أخده ويقعد يكتب توقيع ويمضي عليه، وده بيعمل تأخير؟ طبعا يا فندم، هو العملية كلها اختيارية وطوعية للسادة المواطنين، وهي جت أساسا من حرص الدولة على الحفاظ على صحة الشعب المصري، واعتقد ان الفئه الاولى كمان اللي هي كبار السن واصحاب الامراض المزمنه. احنا ما حبيناش ان الموضوع ان يكون في شبه اجبار، يعني اعتقد ان كل واحد هو دخل على موقع وزاره الصحه او توجه الى منشاه طبيه علشان حد يساعده على التسجيل، فهو جايب ملء ارادته فعلا، فلا نعتقد ان هي كان المفروض يتكتب ان ده اقرار او كذا او كذا، لاني انا بعتقد ان اللي جاي هو قابل. ده واحد ده سجل وقابل وسعى، مش محتاجين ورقه. بس حضرتك قلت صحيح. جمله دلوقتي هتسمح لي اتوقف امامها، وهي ان انتوا كنتوا عاملين علشان اصحاب المرضى المزمنه والامراض المزمنه وكبار السن، لكن دعني اخبر حضرتك ان في الواقع الموقع تم تغييره وفتح لكل الناس، وده شيء كويس مش شيء وحش. طبعا يا فندم، طبعا اللي حصل، يعني انا هحكي تجربتي. انا مسجل بقالي شهر تقريبا، كان اخويا عندي من 5 ايام، فقلت له يا ابني سجل خد اللقاح، كان متردد، اقنعته سجل. هو ساكن جنبي، هو جاله انه يروح ياخد اللقاح امبارح، وانا بقالي شهر ما جاليش، وانا من اصحاب الامراض المزمنه. مش انا بس بقى، يعني انا مش حاله مش بشتكي، انا اقصد ان زيي ناس كتير فوجئوا بشباب عادي وبولادهم جاي لهم وهم كبار سن او عندهم امراض مزمنه ولم يطلبوا. الخطا ده طبعا يا فندم، طبعا يا فندم هو مش خطا ولا حاجه، يمكن هو بس التوسع في فتح مراكز التطعيم من 40 ل 139 ل 339
فهو حضرتك كان في ناس اساسا متوزعه على بعض المراكز. انا اعتقد ان كل التاخير اللي كان بيحصل او الناس ان هي كانت بتلاقي ان ناس سجلت بعد منها وجالها اللقاح قبل منها، فاعتقد ان كل الويتنج تايم مش هيكون في الفتره اللي جايه اكتر من يومين لثلاث ايام يا فندم. ده عظيم، ده يعني خبر عظيم جدا. طب اسمح لنا، الموضوع كله هو فولي اوتوميتد يا فندم، هي عمليه مميكنه فما في دخل للعنصر البشري. لا هو في حاجه في الميكنه كده مش صحيحه، معلش. هو زملائنا في مركز القومي لمعلومات الصحه يا فندم، هو كل المواضيع دي بتتراجع وبتتحل، واعتقد ان هي مساله يوم او اثنين وهتبقى كل حاجه ان شاء الله، وخاصه ان معالي الوزيره وجهت تسريع وتيره التصعيم يا فندم. عظيم، يعني حضرتك كده قلت في خلال يوم او اثنين غالبا اللي سجلوا على الموقع هيكونوا اخذوا اللقاح ان شاء الله، يعني يكون انتهوا من اخذ اللقاح بزياده المراكز. طب واحنا عندنا كام حد سجل لحد دلوقتي، وايه نوع اللقاحات اللي بنديها لهم يا دكتور؟ هو حضرتك دلوقتي احنا قاربنا على عدد 900,000 او مليون واحد مسجل، الحمد لله. يعني يمكن زي ما اعلنت الوزيره من ثلاث ايام ان معالي الوزير اعلنت ان 150,000 حاله تقريبا، يعني 148,986 واحد تلقوا التصعيم. العدد ده زاد خلال اليومين اللي فاتوا، وخاصه ان احنا دلوقتي عدد المراكز مش بس هو اللي زاد، عدد الفرق الطبيه اللي قايمه بعمليه التصعيم داخل مراكز التصعيم كمان عدد زاد كمان يا فندم. معالي الوزيره وجهت ان احنا طب ايه انواع اللقاحات يا دكتور؟ انواع اللقاحات احنا موجود دلوقتي عندنا حضرتك السينوفار، وموجود اللقاح بتاع استرازينيكا جاي من خلال التحالف العالمي للقاحات الجافي. وزي ما حضرتك تفضلتي وقلتي البشرى السعيده ان مصر الحمد لله يمكن في المراحل النهائيه ان احنا الاتفاق على تصنيع عقار او لقاح ساينوفاك في شركه باكسيرا الشركه الوطنيه للامصال واللقاح. ده شيء عظيم. طب اسمح لنا كل الكلام اللي دار حوالين استرازينيكا وحتى يعني القرارات ما زالت حتى اليوم تخرج يعني بانه قد يتسبب في اعراض جانبيه صعبه في بريطانيا نفسها، اخر قرار طلع النهارده يعني بانه بيسبب جلطات وان ده تم اعتماده والبحث فيه. والله يا فندم هو حضرتك اللجنه العلميه المشكله لاختيار وتوزيع اللقاحات والاشراف على الفئات، يعني تحديد الفئات المستهدفه، احنا من الاول مصر قررت ان احنا ننوع مصادر الحصول على اللقاحات بتاعتنا. استرازينيكا واحد من اللقاحات اللي واخدت الموافقه داخل جمهوريه مصر العربيه. لا توجد اي ورقه علميه او مصدر علمي او مرجعيه علميه تقول ان استرازينيكا له ضرر على البشر اللي تم تطعيمهم بيه. حضرتك ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي او حتى في وكالات الانباء يا فندم لا يعتبر مرجعيه علميه صادره. مثلا حضرتك منظمه الصحه العالميه تكلمت عن امان استرازينيكا، هيئه الدواء الامريكيه، هيئه الدواء البريطانيه، انما ليس الكلام المرسل اللي بيتم تداوله يعني. تمام، احنا مشكورك جدا الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الاداره المركزيه للشؤون الوقائيه بوزاره الصحه، كل الشكر لكل المعلومات دي يا فندم.